أنوار تسود على مستوى المدرجات في مشهد استثنائي يصنع عشاق الاتي ومحبي مولودية واران القادمون من حمراوة أبناء حي الحمري، جاءوا من كل صوب وحدب من أجل تشجيع فريقهم ومن أجل مؤازرة الحمراوة في هذه الأمسية لخطف الانتصار من بوابة الفريق العاصمي. أولاد الباجة أبناء سوستارا يبحثون عن اللقب الثامن، عن النجمة الثامنة. أجواء استثنائية أمانة هنا في استاد بلوغين الملعب الساحلي. منذ عام 2007 ابن منطقة الحضنة أفضل حكم جزائري، عام 2016 خريج مدرسة المسيلة. مع البداية يا سادة يا كرام، عبد الرحمن مزيان بن موسى، بن موسى يرسل كرة عرضية مرت من أمام الجميع إلى خارج رقعة الميدان. الحمراوي يعانون مع البداية يا سادة يا كرام. الامسيو يقبل اللعب ويتحمل الضغط، والضغط يولد الانفجار بلغة الفيزياء. كرة بالرأس إلى خارج رقعة الميدان. الأجيامات تتساقط في هذه اللحظات تتهاطل، والأنصار في كل مكان، الأنصار في كل مكان وفي كل رقعة جغرافية على مستوى المدرجات، على مستوى التحكيم الجزائري. كرة من الجهة اليمنى لمصلحة الامسيو، مراوغة جميلة يبحث ممكن عن تمريرة رائعة. الله كرة، والآن الفريق يجد نفسه في وضعية صعبة، في وضعية متهزمة ويبحث عن البقاء. كرة عرضية، الله مختار، مختار بن موسى اختار الكرة المباشرة، وكرة كانت قريبة من زيارة شباك أسامة لتيم لتيم. شوف الكرة كيف لعبت، وأسامة بعدها إلى خارج رقعة الميدان. لم تكن سهلة هذه الكرة على أسامة. أسامة في آخر لحظة بأنامله العليا. ربيع مفتاح انطلاقة في وسط الميدان، عبد الكريم الزواري، كمال بالعربي، كرة جميلة، فرصة 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 لأولى الأهداف. الله كرة رائعة، مؤيد اللافي اللي بدارة بغتة من أمام الجميع. من سجل في شباك الجيسكا يظهر مرة أخرى. شوف كيف حضرت بالصدر من رؤوف بن غيث، أغاتوا بكرة. الدفاع عن قضايا الوطن لون أحمر داكن يرمز إلى دم الشهداء، ولون أسود حدادا على ضحايا الثامن من ماي. أليتي أكثر من مجرد نادي، أليتي حب وانتماء، أليتي قضية ووفاء. في سوستارا لا لون يسود غير ألوان الاتحاد. بينما هذه العارضة تكلمت، تكلمت وتحدثت بلغة المعارضة وقالت لا لا لا. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة مولودية واران، انطلاقة من جانب الرضا. حليمية، حليمية يرسل كرة بينية تعود مجددا، فرصة لأولى الأهداف. تصويبة قوية، مختار بن موسى هل يختار الرأسية؟ مرت من أمام الجميع، تصويبة جول. الآن الركنية مرة أخرى، مختار بن موسى، بن موسى جول 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 جول. يبدو بأن الهدف ألغي، ألغي الهدف بداعي ماذا؟ بسبب ماذا؟ هل كان التسلل أم أنه فاول؟ الحكم المساعد الثاني رفع الراية. كرة من ركنية كانت مباشرة، يبدو بأنه الخطأ، الخطأ كان على الحارس أسامة ليتيم. مباراة مجهود 28 جولة، شوف كيف لعب مختار بن موسى. دخلت في انتظار إعادة أدق حتى نتعرف على الصورة، والراية كانت مرفوعة بعدما فتحت الشباك وأغلق الحكم المساعد الثاني براية مرفوعة. شوف كيف رفعت من مختار بن موسى، المتابعة كانت حاضرة. هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، أعتقد بأنه كان هنالك احتكاك لمن عن طريق عبد الرحمن مزيان. مزيان 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 مزيان. أسامة ليتيم مرة أخرى، كرة جاءت رائعة من جانب عبد الرحمن مزيان. من 2013 هو مع النادي، يأمر استعمال أو استئناف مجاية اللقاء. كرة عرضية للاتحاد العاصمي. الأهداف دائما ما تكون ثمينة في آخر الجولات، والنازمة في مباراتين وتعادل أمام دفاع تجنانت. كرة عرضية في الجهة اليمنى دائما لليوسما، الانطلاق، ركلة جزاء. نعم أعتقد ركلة جزاء، ركلة جزاء لليوسما في هذه اللحظات.
الاعداد. دفاع مولودية واران يسقط في المحظور، وانطلاقة من الجهة اليمنى بطريقة رائعة. امان امان امان، انتظرنا 42 دقيقة. عبد الكريم الزواري البديل، البديل يصنع العجب العجاب. التدخل كان حاضر من جانب اللامدافع. الدفاع من فيفيانا سيليفواري، العاجي يسقط في المحظور. واعتقد بان ركلة جزاء مستحقة لليويسما، اولاد الباجا ابناء سوستارا. لا غرابة في ان يبعد الكرة. مختار بن موسى واسامة ليتيم. مختار، مختار بن موسى، جول 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 جول. ابناء سوستارا يريدون الصدارة، ابناء سوستارا يريدون اللقب عن جدارة. هدف اول في هذه المواجهة يا سادة يا كرام. اولاد الباجا يصنعون الباجا، يصدرون، يحولون للمدرجات بالمجان. ومختار بن موسى يختار الجهة اليسرى. يبدو بانها ستكون ليلة التتويج، ويبدو بانها ستكون ليلة الفرحة، ويبدو بانها ستكون ليلة النجمة الثامنة يا مختار يا بن موسى. بن موسى احد طبعا لاعبي اتحاد العاصمة، لاعبي الخبرة، اقول الى جانب ربيع مفتاح. ربيع من فرصتي ابن مدينة حجود. كرة إلى خارج رقعة الميدان. المباراة تنتهي بالشوط الأول في هذه اللحظات. ولامين كبير لكل فريق منهما. لامين يريد أن يؤمن نقاط المواجهة ويؤمن الصدارة والزعامة من أجل النجمة الثامنة. عادت من جانب الدفاع، السلام جميل، تعود الكرة مجددا. حذاري من تضييع الكرة، تصويب على الطائر. فاول من الجهة اليمنى لمصلحة مولودية وهران. هل يفعله الوهرانيون ويعدلون؟ الكفة بالراس، جول 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 جول. جول لم تنتهي بعد السارة. فيفيانا سيليفواري هو من تكفل، أو بالأحرى هو من كان وراء ركلة الجزاء. الآن يحضر ويسجل براسية. العاجي من أبيدجان انطلق وحضر في استاد بلوغين وعدل الكفة. مولودية واران واللون الأحمر حاضر في المدرجات. لا لون يطغى ولا لون يسود في مدرجات استاد بلوغين. عدل فيفيان، سجل آسي. آسي سي 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 آسي. شوف الراسية كيف كانت في الزاوية البعيدة. واران، واران يتفادى الخسارة. واران، واران يسجل في شباك ابناء سوستارا. شوف العرضية كيف كانت دائرية مقوسة مولولبة. تصل في اتجاه ربيع مفتاح. هل تتأجل الأمور يا سادة يا كرام؟ 28 دقيقة بينية جميلة. تصويبة قوية والدفاع يتدخل. أمان أمان يخطف نقاط المباراة كاملة. ولا نادي يريد أن يقتسم الكعك من بوابة هذا المساء. المولودية قد يفعل. تصويبة قوية بهدف لميتلي، وحدث أيضا أمام شبيبة الثورة وأمام شباب الوزداد. كرة من الجهة اليسرى. مختار بن موسى، عرضية طويلة بالراس. الله 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 الله. برانسي بارا، ثنائية قطبية ما بين برانس وبين مؤيد اللافي. لكن لو كانت براسية واحدة. شوف الراسية كانت من مؤيد. مؤيد هو من ضربها بالراس. مؤيد هو من وضعها محادية للعارضة الأفقية. كانت مميزة وكانت مناسبة من أجل معاينة ثاني الأهداف. شوف الكرة كيف لعبت من جانب اللاعب رؤوف بن غيت. عرضية طويلة من الدائرة الأيسر. مختار بن موسى، المهارة لوحدها بإمكانها أن تصنع الفارق. تمريرة بينية انطلاقة. الدفاع يتدخل، حكم المباراة يقول وجود لضربة خطأ. المطالبة بركلة جزاء، والحكم يقول فاول لمصلحة المولودية الوهرانية. الإمسيو يتنفس السعداء. رؤوف بن غيت طبعا حاول أن يهاجم ويدخل ويتوغل، لكن الفاول فعلا كان حاضر، ليس في الوهلة الأولى وإنما في الوهلة الثانية. بهذه الطريقة تدخل طبعا من جانب الدفاع، مطالبة بلمسة يد. ممكن حكم المباراة قال فاول بسبب لمسة اليد، وبالتالي الكرة تعود. سجل هدف الاختيار الأول لاتحاد العاصمة. وفيفيان آسي عدل الكفة لمولودية واران. ويبدو بأن الأمور صعبة، وصعبة جدا. الأمور صعبة بعدما جاء اللقب وتجول في شوارع بلوغين. هذه النتيجة لا تخدم أبدا مصالح اليويسما. تصويبة قوية من جانب دفاع مولودية واران.
الان في الجهه اليسرى انطلاقه بينيه جميله، ممكن ثاني الاهداف، ثاني الاهداف، ثاني الاهداف. ضاعت اوه على كره تضيع للمولوديه، فرصه مناسبه، انفراد لا ينبغي ان يضيع. شوف التدخل في اخر لحظه، تدخل المدافع ربيع مفتاح ومختار بن موسى ومن تدخل، لكن هل كان فيها عرقلة؟ هل كان فيها عرقلة؟ الصورة أمامكم، الصورة واضحة، وأولاد الباجة يبحثون عن هدف التتويج. مختار بن موسى يرسل كرة عرضية مرت من أمام الجميع، تصويبة قوية إلى خارج رقعة الميدان، تصويبة وفرصة كانت مناسبة أمانة، كانت مناسبة من أجل زيارة العالم.